المخلوطه اللي بنتحدث عليها المقاربه اللي قدمتها ان ظاهره التلوث هذه ظاهره طبيعيه، وكانوا يقولوا ان المحطات محطه التطهير وقت ركزنا كثيرا على محطه صيادله لم تبحشر عندها حتى اشكال وامورها عاديه جدا، وكل التحاليل اللي يعملوا فيها تثبت انها لا باس وما فيهاش حتى مشكله، وايضا حتى الصناعيين اللي لوحوا معنا يخدموا في المحطات نتاعها، خاصه ان هي نشيروا اهم صناعه موجوده عندنا هي نتاع النسيج، وخاصة الدي لافراج نتاع الجيل والبرودوي الشيميك والميتولور اللي تسيبوا فيهم إلى غير ذلك في البحر. إذا كانت المقاربة قدمتها سلطة وقت ظاهرة طبيعية. لكن احنا ما وقفناش من غادي، بينا ببعض التحاليل والمؤشرات البسيطة أنه الظاهرة التلوثي نتيجة التدخل العشوائي للإنسان، ونتيجة مباشرة بالأساس لسوء الاختيارات بتاع الديوان الوطني للتطهير، وهقولوا بتاع الوزاره المعنيه وزاره البيئه اللي خلقت من عام 90 وغيرها، اللي كانت اختياراتها كلها مغلوطه فيما يتعلق بالبيئه، سواء هي ولا الوكالات المستشاره معها لونجير وغيرها، كلهم كانوا اختياراتهم مغلوطه. المهم اتفقنا وقتاش غيرت السلطه معنا الموقف بتاعها، خاصه بعد الثوره تكون نوع من التنسيق بين المدن اللي تعاني في السيادة، في لمطة، في أخناس خلطة مؤخر، في مستير إلى غير ذلك. هذا التنسيق بتاع المجتمع المدني هو اللي مكن بفضل الضغط من أن نوصلوا لاتفاقات، زوز اتفاقات، وكنا قدمنا احنا في المسار هذا قدمنا مشروع نعتبره إلى حد الآن هو حلف الإشكال نهائيا، هو مشروع الكهنة اللي قبلت به وزارة البيئة ودخلت في اطار التطبيق الاولي للمشروع، لان عملنا اتفاق على نقل محطه صيادله لم تبحشر، هذا البنيه يهم الديوان الوطني للتطهير، وتم الاتفاق هذا في 2012 2013 بعد ما جابوا الدراسه قالوا باش نعصروا المحطه بتاع صيادله لم تبحشر. نعطيكم فكره بسيطه عليها صيادله لم تبحشر، المحطه هذه القدره نتاعها هي 1680 متر مكعب في اليوم المعدل، لكن يوصلها حسب دراستنا احنا في 2009 يوصلها ب 9800 متر كوب في اليوم. يعني الدبل دي توتالمون، دونك شو يعملوا هما؟ يحلوا البالات معقوله ويعديوا، وكانوا دائما يعلنوا يقولوا ان المحطه لاباس وتمشي بطاقتها العاديه وغير ذلك، لكن في الحقيقه لا، اذا سكروا البالات تغرق المحطه. وكانوا يكسروا زاده في المونديال اكل فما دي رجال وغير ذلك يكسروا يصبوا مباشره في الاوديه كيما واد السوق ولا واد المنصوره، يعني قبل ما يوصل المحط، او عندهم الديفيرسمون اللي موجود في واد السوق كي تتعبى الحوض قد الديفيرسمون هذاك يخرب مباشره في الوقت ويعدي الى البحر. يعني بالطبيعه النتائج شفتها كيف ان المنطقه كل، لان اصبحنا محاصرين ثلاثة محطات على معنيين بها في المنطقه دي، محطه كفريندر اللي هي بعد في اخر يعني بعد بين خلاص محطة سيادة لم تبحشر، ومحطة جمال، لأن محطة جمال زاد أيضا تلقي بالمياه نتاعها في واد المالح اللي هو يهبط ويجي في الدريناج بتاع حنيس، هذاك وين الخطر بتاع حنيس؟ سميوه واد حنيس هو الدريناج بتاع حنيس. دونك هذا كل عطانا الثلاثة نقاط هذوما، إضافة إلى ذلك الصناعيين وما يلقونه من المياه، خاصة وأنه صناعة النسيج اللي علاش نقولوا فيها ونعاودوا؟ لأن شهدت متغيرات هامة جدا بعد 95. ما بين 95 و2005 وقعت التغيرات، لان الصناعه اللي تولدت منهم في اطار اتفاقيات متعدده الالياف، كان عندنا كوتا احنا في تونس، كوتا نبيعوه للاوروبيين، معروف لي بري وغير ذلك وكانت مربحه. منذ بين 1995 و2005 عطاوهم 10 سنوات دراسه، وبعدها قالوا لهم راكم باش تتحرروا للسوق العالميه، ما عادش منذ الاتحاد الاوروبي باش ياخذ معاه الكوتا، يشري على حسب السوق العالمي، كي يقولوا يشري في الصناعه دي، راهي الصناعه دي تتباع بالدقيقه. يعني يقول لك بار مينوت مثال مليون باش تخيطوا يلزموا 15 دقيقه، تشري ال 15 دقيقه ما تشريش. قداش ياخذوه القوه هذا؟ ياخذوه بارخص الاسواق، لان في منافسه عالميه مع دول اسيا ومع دول افريقيه كما توبا دخلت الى غير ذلك، اللي هما الكوم تاعهم تريبا بارابور لنا احنا. دونك شو الانعكاس هذا في البيئه؟ شنو فهموه هذا؟ شو الانعكاس؟ المعمل اللي باش يخدم الديلافاج بتاع الجيل، احنا لو اليوم السروال بتاع الجيل باش نعملوا له ديلافاج خلاخذوه في العادي معناها في المساله العاديه، باش نعملوا له ديلافاج يتطلب او مينيموم 45 لتر دو بالنسبه للسروال واحد. احنا في تونس نصدروا
تقريبا 36 مليون سلوات لاوروبا ديلافي. يعني تجمع قدر انتم قداش المياه المستعمله، منين المياه هذه؟ المياه هذه مصروفه وغير داخله في الكلفه. اليوم الكون تاع ديلافاج تاع الجين يتراوح تقريبا ما بين 3000 و 4000، 3 دينارات و 4 دينارات. هذا ما يحسبوش الكون ديالو، لو مش محسوب. اذا يحسبوا الكون ديالو ما عادش نلقاو واحدة في المارشي انترناسيونال، لان الناس في شكون؟ في دول عندها الماء متوفر كيما بنغلاديش كيما كمبوديا وغير ذلك. واحنا الماء راه وين الماء تاعنا؟ منين ياخذوا فيه؟ احنا تشوفوا ما فماش ماء يسرقوا. لا لا سوناسي سيتي اون فوس ديكلاراسيون. الماء ياخذوا فيه من السونداج من الناب تاعنا احنا في الساحل، كل عام تهرب 4 إلى 5 أمتار. يعني مش نوصلوا لمرحله تاع صحه الرأي، وماهوش داخل في الكون، مش محسوب في الكون كيف يبيعوا الجير، ماهوش محسوب مجالا. يعني نشدوا هذاك الرزاق الا هي بالنسبه للاجيال القادمه استراتيجيه، لان ماشي نحو تغير مناخ كبير وجفاف كبير، نغسلوا به ونلوثوا ونزيدوا نبعثوا ندمروا به البحر والوديان والسبال. هذه المعضله الكبيره جدا، ولا الى حد الان مسكوت عنها، لان الدوله مع الاسف الى حد الان لا تراقب مخزونها الاستراتيجي من الماء للنقل الكرياتيف. هذا يعمل سونداج ويجبد كميات مهوله، راك تحطها بكميات كميات مهوله باش تعمل التنفير ولا باش تعمل البيلاباج، كميات كبيره ياسر. دونك هذه الوضعيه ادت لنا الكاف في البروسيس هذا. تم الاتفاق على زوج حاجات، يعني متدخلين احنا يهمونا ثلاثه وكالات، وكاله حمايه البيئه والمحيط، اللي هي نعاود نقولها دائما مقصره بشكل كبير جدا، والوكاله هذه فيها الفساد الكثير، لان لا تراقب الملوثين ولا تتدخل، وكانت عامله معناها سياسه نتاع خليه يخدم نحافظوا على مواطن الشغل، وفما تدخلات سياسيه الى غير ذلك. هذا جانب. الجانب الثاني هو الديوان الوطني للتطهير، ان اعترف في الاخير بمسؤوليته، وتم انتزاع نقل محطه صيادله نفط البحجر من منصب تاعها الغالي، يعني تحويلها الى محطه ضخ، ونقلها الى القطب التكنولوجي. بعد ما قلت لكم جابوا معناها من فوز سوليسيون انه حبوا المحطه هذه يرجعها تيرسيار وتخدم 6200 متر مكعب في اليوم، بينما احنا نقولوا راهي توصل ل 9000 8000 متر كوب على الاقل معناها كمعدل. دونك عطوهم ارقام مغلوطه، وكانوا يقولوا وقتها انه باش يبيعوا 80% من المياه نتاع المحطه للفلاحه. هذا هو كما تعرفوا انتم حول المحطه ما عندناش فلاحه، عندنا وراثه زيتون ما عندناش فلاحه. دونك حتى شكون يخدم الفلاحه باش ياخذ المياه؟ دونك شو مش يعالجوا المياه، تعرفوا الترسير الكوم تاعها غالي برشا معناها سيرتو في الطاقه باش تعالج الترسير، يعالجها المياه وبعدها يبعثها للفريده اللي هي تخدم سيكوندير، يعني نعاودوا نصفوا المياه هذيك، وبعدها نصبها في قلب الخليج، لان قالوا باش يدخلوا للنساف تقريبا على عمق نتاع 12 متر. رفضنا السوليسيون هذيك، وقلنا هذه ان فوس سوليسيون ما تحلش المشكله. انتم دمرتوا الساحل اليوم، تو تحبوا تدمروا وسط الخليج. احنا بالنسبه لنا انتزعنا في الاخير اعتراف انه ما عادش يصبوا حتى شيء في الخليج. في المساله هذه تعطلنا. فاش تعطلنا؟ مع الاسف في مدينه خليس ما يسمى مجتمع مدني في خليس، تحرك لاول مره في ديسمبر 2013 بعد ما جاء قرار غلق محطه صيدله لمده محجره وتحويلها الى قطب التكنولوجي، لان باش تكون ترسير باش تعطي المياه الفلاح قال ناخذها المياه هذيك، اما على شرط كما قلنا فصل المياه الصناعيه عن المياه المنزليه. تحركوا وقادت العمليه بلديه خليس بالاساس، ورفضت انه يعني الكاناليزاسيون تاع صيدله لمده محجره باش تتعدى من الام سي 92 دخلت لابار قد عديوه على على دومين ماريتيم دي بي ام دومين عشان بيك ماريتيم عشان رفضوا. وفما طريق جديده قاعد يتحلوا وراء خنيس هذاك اللي يربط بعد قصر الرئاسه وغير ذلك، قالوا هم طرحوا عديوهم غدا، لكن الطريق هذاك فيه اشكال قانوني، هو انه فما ديفامي معناها ماهوش متفاهمين على الكور نتاع التعويض، مش عارف اذا كاين فيها واقع سي لافاري قربي قبل صاد قربي قالوا ايه هي كلهم الورثه معنا. قالوا لا اللجنه اعطتهم 15 دينار في المتراج، وهما طالبين 45 دينار، طلعوا الكبير بتاعهم قالوا 45 دينار. في الحاله دي الدوله يلزمها تتدخل وتنتزع
وتأمن لهم الفلوس يعني الخزينة العامة، وإذا يجيبوا حكم بعد أنه الفالور بتاع الأرض هذيك أكثر يمشي. لكن إحنا مرعنا أنه السلطة قعدت معناها كل مرة تقولها هاو باش نمشيو نبعدوا من المواجهة ما نحبوش كذا، يعني مماطلة. حاصرنا حتى باللجنة نتاع مجلس النواب، أنا مشاو فوضوا معاه الرئيس البلدية للنيابة الخصوصية، أنا قبلت هذا فوزي شو يقول لهم في الأخير معناها قالوا له معناها فما حتى إشكال، الحقوق باش يتعدى وظائف ضمان بيمديه باش يتعدى فيه، يقول لهم هكا أحلى بالنسبة لنا ما خلوش يتعدى وقوع ما عندهاش عقلية جنب. معناها ما عادش عقلية بيئة، أنا كنت دافع على بيئة ولا غير ذلك، ولا في منطقة بتاع تعطيل معناها على أسف معناها واحدة أخذوا البلان بي اللي هو ننتظروا في الطريق هذاك باش يتحل. القرارات هذه الكل صدرت بمجلس وزاري في 28 اكتوبر 2013 من بينها استصلاح الخليج، يعني استصلاح الخليج وكررتوا ما جبتوه هذا يهم وكاله تهيئه الشرير الصحي وضع ما يهمش لوناس، يهم وكاله تهيئه الشرير الصحي. احنا بالنسبه لنا الاستصلاح عندنا محاضر جلسات عملناها معهم انه الاستصلاح يجب ان يتم بالتزامن مع تحويل المحطه، لانه شو فائده تحط المليارات وتنظف وقتنا مصادر التلوث قاعده تسيب وراها، يعني شو عملنا؟ ركبنا وعوضنا نقلنا القدام شويه للبوليسيون، لذلك ضغطنا عليهم وعلى اساس تو عندنا كل تقريبا الصفقات نتاع لوناس جاهزه لتحويل منظومه كبيره نتاع سيادة المتفجر، فقط يقول لك يعطيني